أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها. أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. العلاقة بين الدين والدولة في العالم العربي والإسلامي ما زالت تعتبر إشكالية كبرى تستدعي مزيدا من البحث والتدقيق والنظر، كونها ما زالت في حالة من الاضطراب الشديد وعدم الاستقرار الذي ينتج دائما تأزمات تتجلى حينا وتبقى تحت الرماد أحيانا أخرى. فما هي طبيعة العلاقة بين الدين والدولة؟ هل الدولة في الإسلام مدنية أم دينية؟ هل يمكننا أن نقبل بالعلمانية المحايدة أو بالعلمانية الجزئية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع علاقة الدين بالدولة يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. أكرمكم الله، نحن سعداء جدا باستضافتكم فضيلة الشيخ. أنا سعيد في الحقيقة، مرحبا. أكرمكم الله شيخنا. قبل أن يعني ندخل في هذا الموضوع، وله اتصال صراحة في هذا الموضوع، يعني موضوع علاقة الدين بالدولة، يأخذون على حركة النهضة يعني بعض التجاوزات، اسمح لي بين قوسين، يعني موضوع مثلا تخفيض الضرائب عن الخمور، موضوع تسوية الميراث بين الذكر والأنثى، موضوع تزوج الفتاة المسلمة من غير المسلم. هذه يعني مباشرة تتعارض مع النص، لا يوجد فيها، وبالإضافة لبعض الموضوعات الأخرى مثل تخفيف العقوبة عن مستهلكين مخدرات. نعم. يعني هذه يأخذونها، كلما ذكرت حركة النهضة نجابه بمثل هذه المسائل. الحمد لله أنه لم ينسب إلينا أكثر من هذا لأن الخيال الخلاق للذين لا يستسيغون عمل النهضة انتهى بهم إلى تصور قضايا لم تحصل أصلا. يوجد غير هذا أيضا، ومن بينها بعض هذه القضايا كقضية التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى. نحن في البرلمان نشكل تقريبا أقل من ثلث نواب البرلمان، وكان عرض منذ سنتين أو أكثر من سنتين مشروع قانون قدمه أحد السادة النواب يطلب فيه تعديل قانون الميراث بالاتجاه نحو التسوية بين الذكور والإناث. نعم. وهذا المشروع لم يحظى بقبول ورفض وانتهى الموضوع. نعم. بعد سنة تقريبا رئيس الدولة بمناسبة عيد المرأة أراد أن يتبرع للنساء بموقف يتمثل في دعوته للتسوية بين الذكور والإناث مجددا. هذا قبل الثورات، بعد الثورة ونحن في البرلمان. أنا أحدثكم عن قضية قبل 3 سنوات وقبل سنتين أو سنة ونصف. ناسي أن مشروعا مماثلا قدم للبرلمان ورفضت فيه التسوية بين الذكور والإناث وانتهى الموضوع. فأراد أن يقدم هدية للنساء وقال أنا أرى أن قدرتنا على الاجتهاد تسمح لنا بأن نصدر قانونا يسوي بين الذكور والإناث وهذا لا يتعارض وأصول الدين. لكن هذا الخطاب الذي ذكره رئيس الجمهورية لم يعقبه بعد ذلك تقديم مشروع قانون للبرلمان، وهو لم يقدم إلى الآن. يبدو أن بعض المتتبعين اعتبروا أن المسألة قد تمت وهي لم تتم. بعضهم الثاني كان أقل غلوا قال لماذا لم ترد حركة النهضة على هذا المقترح؟ أجبنا بأن نرد بموقف في البرلمان ما دامت القضية تشريعية معروضة للمجلس التشريعي، فنحن نرد في البرلمان. وهذا المشروع لم يقدم لنا إلى الآن. أن يكون رئيس الدولة وغيره مسؤولي الدولة رأى رأيا، فقضيتنا ليست أن نرد على آراء هؤلاء، قضيتنا أن نقف عند باب التشريع بموقف محدد نبين فيهم ما نراه صحيحا في هذا الأمر. ولم يحصل أننا شرعنا خلاف ذلك. هذا بالنسبة لتسوية الميراث. بالنسبة لقضية زواج المسلمة بغير المسلم،
هذه قضية لا ينظمها قانون في بلدنا، لأن قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في تونس منذ بداية الاستقلال أعطى حق المرأة في أن تختار زوجها وشرع زواجا بدون ولي على رأي أبي حنيفة، ودرج النساء على أن يختارن أزواجهن. في الأيام الأولى للاستقلال كانت سيطرة الأسرة على قرار البنت سيطرة قوية، ولذلك كانت تقدر على منعها من أن تخرج عن إطار ما هو معهود في المجتمع. لكن هذه المتابعة الأسرية تضعف في بعض الأحيان، بما جعل بعض الفتيات يتجاوزن كل هذه الحدود ويتزوجن بأجانب. ما هي سيطرة القانون على ذلك؟ أنا أقول هذه قضية تربية أسرية، هي قضية علاقات بأفراد الأسرة بين هذه الفتاة التي تمردت على أسرتها، على حيها، على قبيلتها، على أهل بلدها، والتي تزوجت بأجنبين وهي تعلم حرمة ذلك، تعلم أن ذلك حرام، وتعلم إنكار المجتمع لهذا الموقف. فالقضية في الحقيقة لا تسوى بالقانون، لأن القانون لم يسوي قضية علاقة الفتاة بأي شاب ترغب فيه خارج إطار الزواج، هذه لم يقررها المشرع. كيف يسمح لها بأن تكون علاقاتها علاقات حرة ولا يتابعها ثم يتابعها في الزواج؟ فالقضية هي قضية خيار فردي وخيار أسري، ونحن نعول على أن الشعب يكون له من القدرة على أن يسيطر على قواعد انتظام الأسرة بالشكل الذي لا يجعل هذه الفتاة تتزوج بالأجنبي، علما بأن عددا لا اخترنا أجانب عدد قليل جدا ولا يعتد به. وبالنسبة لتخفيض الضرائب عن الخمور، وفي الحقيقة لسنا نحن الذين شرعنا بيع الخمور، وبيع الخمور منذ 100 سنة قائم في بلدنا، ولم تستطع أي حكومة منع بيع الخمور. أصبحت قضية كأنها ظاهرة اجتماعية مرتبطة بحرية الاختيار والحرية الشخصية، والضغط العالمي والضغط الداخلي يجعلنا غير قادرين على أن نزيل هذا البلاء. ما الذي حصل في شأن الخمور؟ أن الخمور خاضعة إلى نسبة تصاعدية جبائية تجعل الخمور الأكثر غلاء التي تعتبر من الخمور الفخمة خاضعة لما يقل من 500% من ثمنها جباية وضرائب. الذين يهربون البضائع أصبحوا يهربون هذا النوع من الخمور، ويهربونه لأنه لا يكلفهم إلا مالا قليلا لمن يتولى التهريب، ويبيعونه بأرخص الأسواق في السوق. هو ما جعل الناس يقبلون على هذا النوع من الخمور، ويقبلون عليها دون سيطرة الدولة ودون نظرها. فالمشرع يعني النواب في البرلمان أرادوا أن يقاوموا ظاهرة التهريب لا حماية للخمور، ولكن رغبة في ردها إلى السيطرة. كيف يمكن ردها إلى السيطرة؟ بالتخفيض من الجباية المسلطة عليها، حتى يصبح المهرب يخير أن يستوردها بطريقة قانونية منظمة عوض أن يأتي بها مهربة. وعندما يأتي بها في طريقة قانونية منظمة يخضع إلى كمية محددة وإلى سيطرة الدولة على الأماكن التي تباع فيها وعلى الناس الذين يقتنونها. فالغاية كانت هي إحكام السيطرة على هذا النوع من الخمور حتى لا تدخل البلد دون عناية من الحاكم ودون نظر منه. أصلا غير وارد أن تمنع موضوع الخمور، لكن الموضوع موازنات بين الفساد والأكثر فسادا، والأكثر فسادا، والمعالجة تقتضي ذلك. نحن نعالج بالطرق والإمكانيات المتاحة، مفسدتين واخترتم الأقل ضررا، اخترنا الأقل. جميل. طيب سيدي، نعود إلى موضوع يعني علاقة الإسلام بالدولة. يرى البعض أن شكل نظام الحكم غير يعني بالإسلام غير محدد المعالم التفاصيل، وإنما جاء الإسلام بمبادئ فقط. أنتم مع هذه الرؤية؟ ويعني هي القضية لم تطرح في التاريخ القديم، هذه قضية مطروحة الآن. نعم مطروحة الآن بسبب ماذا؟
بسبب أننا الآن أمام دولة نحن نقيمها. نعم. لم تكن لنا يعني قبل سنوات الاستقلال كانت الدولة بيد غيرنا، وعندما خرجنا من الاستعمار للاستقلال خرجنا على نوع جديد من الدولة لم يكن معهودا عندنا، هي الدولة القطرية. نعم. الدولة الوطنية. نعم. في تاريخنا كانت الدولة دولة عقدية قائمة على انتساب لدين عندنا كما هو عند غيرنا، عند الرومان. نعم. وعند اليونان وعند الفرس كانت الدولة دولة عقدية. نعم. وراعي الدولة هو راعي الدين الغالب في ذلك البلد. ولذلك لم يطرح إشكال لدى الأمويين أو العباسيين في هذه القضية ولا السلطنة العثمانية. بدأ يطرح الآن عندما نشأت هذه الدولة، وهذه الدولة الوطنية القطرية هي دولة متنوعة في جلها، لأنها في كثير من البلدان ترى تنوعا في المجتمع، فيه بلدان فيها 17 دينا، فيه 4 أديان 5 أديان. صحيح أن هناك دين غالب لكن هناك أديان أخرى. نحن نحتاج أن نفهم أولا أننا نرغب في دولة، ويبغى أن نتعلق بالدولة، لأن الدولة هي الحامية للعلاقات بين أفراد المجتمع، ودور الدولة هو هذه الحماية، أن تحمي اعتداء البعض على البعض. لكن هل دور الدولة أن تفرض عقيدة محددة أو دينا محددا؟ لا أتصور أن الدولة مطلوب منها هذا. المطلوب منها في شأن الدين أن تحمي ممارسة الدين، وأن تعطي للدين الغالبي يعني لأفراده الذين ينتسبون إليه قدرة في أن يعيشوا دينهم في حياتهم بالشكل الذي يراه هذا الدين. فدور الدولة إذن هو حماية المتدين، لكنها في المقابل تحمي غير المتدين من أن يحمل على دين لا يرتضيه. وهذا المعنى قامت به دولتنا حتى في القديم. الدولة العقدية التي عشنا بها هي التي أفرزت لنا أديانا وكنائس قليلة العدد من حيث المنتسبين، بقيت 14 قرنا قائمة. انظر في سوريا، انظر في العراق، تجد فيها كنائس اضمحلت في الغرب. في المعركة بين الكاثوليك والبروتستانت ضاعت هذه الكنائس، تجدها الآن موجودة في سوريا، موجودة في العراق، موجودة في مصر، وهذه مفخرة لنا. أنا في تصوري الدولة ليست دولة دينية، ولا يمكن أن تكون دولة دينية. نحن لم نعرف في تاريخنا مفهوم الدولة الدينية. نحن عرفنا الدولة التي يختار القائمون عليها من قبل أهل الحل والعقد، يعني من قبل الشعب الآن. نعم. بينما الدولة الدينية من يختار قادتها؟ يختارها الغيب. الدولة الدينية هي دولة مؤيدة من الغيب، مؤيدة من السماء، فليست لنا دولة دينية في تاريخنا أبدا. دور الدولة هو حماية الحقوق، هو حماية الأفراد من أن يعتدي بعضهم على بعض، لكنها تأخذ بعين الاعتبار أن تكون قوانينها حتى تكون مقبولة، أن تكون قوانينها قائمة على ما تعارف عليه أفراد ذلك المجتمع. ولذلك ينبغي أن تراعي الحلال والحرام لدى الناس، وأن لا تفتح مجال الاعتداء على مقدساتهم. صحيح. دون أن يصل ذلك إلى حد الاعتداء على الخيارات الفردية. فالإسلام وكذلك القوانين الوضعية لا تفتش عن خفايا الناس وعن دواخل الناس، ولكنها لا تسمح بالاعتداء على قواعد النظام العام التي من بينها الأخلاق العامة، ولا تسمح بانتهاك الحرمات. إذن الوحي لم يحسم موضوع شكل الدولة وتفاصيل الدولة وتركه للناس، جاء الوحي عامة. جاء بقيم ينبغي أن يقوم عليها أساس الدولة. هذه القيم هي العدل بين الناس، التسوية بينهم، الشورى لأفراد المجتمع، العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة تناصح وتعاون. هذه قيم أساسية. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ لملاقاة ربه بعد حجة الوداع وهو يدرك أنه ميت، لم ينبس ببنت شفة فيما يتعلق بقضايا الدولة.
أشار إلى القضايا الأساسية التي ذكرها في حجة الوداع، ولكنه لم يذكر شكل الدولة، وكأن الإسلام أراد أن يترك مجال الاختيار في شكل الدولة إلى ما تعارف عليه الناس في أزمنتهم، شريطة أن يكون هذا الشكل حاميا للقيم التي جاءت الدولة لحمايتها. بالنسبة للدساتير والنص على دين الدولة ودين رئيس الدولة والقوانين المشتقة من الدين، ما هي يعني توصياتكم بهذا المجال؟ نسمع منكم إن شاء الله جوابا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. ادرس أفكار المستقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ الفتاح مرو نائب رئيس حركة النهضة حول موضوع علاقة الدين بالدولة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا سيدي. قبل الفاصل كنت سألتكم عن موضوع النص في الدستور الدولة على دين الدولة، ألا يتناقض هذا مع مدنية الدولة؟ لا، يعني الدين الذي ترعاه الدولة التي تحمي أهله، لأن الدولة ليس لها دين. إيش معنى دين الدولة؟ الدولة هي مؤسسات، المؤسسات ليس لها دين، ولكن المقصود من ذلك أن البلد الذي تشرف عليه هذه المؤسسات يجب أن يرعى فيه الدين الفلاني. فيش يعني القوانين التي ترتب العطل، التي ترتب عمل الناس، أن يكون الناس قادرين على أن يمارسوا شعائرهم الدينية في نطاق ما تسمح به ظروف ذلك البلد. العطلة عندكم يوم الجمعة أم يوم الأحد؟ لا، العطلة عندنا يوم الأحد. يوم الأحد عندكم؟ نعم، منذ قديم. لكن أنا مثلا أتحدث عن عطلة الأعياد الرسمية. نعم نعم، أن تكون، أن تعتبر الأعياد الرسمية. حتى يوم الجمعة ينبغي أن يكون فعلا يعني يوم الجمعة، الناس يصلون صلاة الجمعة والله يصلون. يعني شوف، هذه قضية خلافية. نحن الآن ندبر أمرنا، لأن عندنا ساعتين تقريبا فسحة، فالناس يروحون في هذين الساعتين. نعم. لأداء صلاة الجمعة. نعم. نحن نحتاج أن نرعى وقت رمضان. نعم. وقت العمل في رمضان غير وقت العمل في غيره. هذا معنى أن الدولة دينها الإسلام. نعم. أنها تشيد بالأعياد الدينية. بالاحتفالات. لكن لا يعني ذلك أنها تفرض التدين على الناس. يشترط في بعض الأحيان أن يكون رئيس الدولة مسلما. لكن في تصوري هذا شرط، أن يوجد أو لا يوجد لا معنى له، لأن هذا الرئيس سيختاره الشعب. نعم. وأغلبية الشعب إذا اختارته، إذا كان الشعب مسلما هو سيختار رئيسا مسلما يقينا. لا أتصور أن مسلمين في كثرتهم سيختارون غير المسلم. يعني بديهيات الأشياء هذا. نعم. التنصيص عليه ربما هو تحقيق لبديهية قائمة. نحن لا نشترط ذلك، لا نشترط ذلك في دستورنا. إلى الآن نحن نشترط أن يكون الرئيس مسلما، وأن يكون تونسي الجنسية، وأن يكون أبوه مسلما وجده مسلما. هذا مشترط، لكن لم تطرح إلى اليوم واقعة تستوجب خلافا حول هذا الشرط. نعم. أليس من حق الشعوب الإسلامية أن تحكم بدينها كتطبيق شريعة هي تحكم بدينها الآن؟ أنا يعني لا أتصور. الأنظمة الوضعية دينية؟ إيه، الأنظمة الوضعية يعني في المعاملات مثلا. كل المعاملات أحكامها مستمدة من الشريعة الإسلامية، مستمدة من فقه مالك لدينا، أو من الفقه الشافعي أو الفقه المالكي في مصر مثلا. ولا أرى أن هناك تضاربا بين النصوص القائمة في معاملات الناس. نعم. إلا في أمرين اثنين. نعم. الأمر المتعلق بالبنوك والربا. نعم. وهذا وجد له حل بديل، هو إيجاد مكاتب في بعض البنوك تتعامل بغير الربا، أو بنوكا لا ربوية. نعم. هذا قائم الآن. نعم. ولذلك يصبح المسلم لا يرى حرجا في تعامله التجاري. نعم. النقطة الثانية هي الحدود التي يبدو أنها توقفت في كل البلد الإسلامي للظروف التي نعلمها جميعا، والتي تشكل 4% من الاهتمام، من اهتمام النصوص الشرعية، والتي لا يمكن أن نعتبر فقدانها
منتهيا بنا إلى الشعور بأننا لسنا مسلمين في معاملاتنا. نعم. نحن في معاملاتنا مسلمون والحمد لله. نعم. لكن الذي ندعاه على تصرفات أبنائنا هو هذا الخلط بين تدين وبين فساد في السلوك والأخلاق. هذا لا يعالج بالقانون. أن يمنع في البلد، أن تمنع بعض الموبقات والمفاسد الأخلاقية، هذا وحده لا يكفي أن يكون منصوصا عليه بالنص القانوني. ينبغي أن يتكون في المجتمع ذلك المعنى الرافض للانحدار إلى الكذب والزنا والسرقة وخطف أموال الناس. وهذه قضايا لا أتصور أنها تعالج بالنصوص فقط، هي تعالج عن طريق تربية شاملة يجب أن نقدمها لأبنائنا. جميل. ما الذي يميز الحركات الإسلامية؟ ما هو مبرر وجود الحركات الإسلامية إذا كانت أمورنا كلها يعني ممتازة؟ هو اللي برر وجود الحركات الإسلامية أنه قامت حركات ثانية تدعو إلى خلاف الإسلام، فقامت الحركات الإسلامية ترد على هذه الدعوة. الحركات الاشتراكية والشيوعية التي تدعو إلى الابتعاد عن الإسلام هي التي دفعت إلى المتمسكين بالإسلام، دفعتهم إلى أن ينضموا إلى حركات يكونونها. إذا ألغيت هذه الأحزاب الأخرى التي تدعو إلى خلاف الإسلام سيكون وجود الحركات الإسلامية غير طبيعي. لكن واقع الأشياء يجعل أولئك يعرضون بضاعة يستمدونها من إيديولوجيات خارجة عن تاريخنا، فكان لا بأس أن توجد في المقابل أحزاب وحركات تدعو إلى منهج مخالف لذلك المنهج الذي يدعون إليه. أنتم في حركة النهضة يعني قلتم نحن السؤال الهوية انتهينا منه، والآن عندنا سؤال النهضة أو سؤال التقدم أو سؤال الازدهار الاقتصادي. فعلا نحن حسمنا موضوع الهوية الآن ولم يبقى عندنا إلا سؤال التقدم؟ هي مجتمعاتنا هي التي تحسب قضية الهوية. الهوية الذي يحددها هو الشعوب. الشعوب اليوم تتعامل في روح إسلامية، تخالف، تخطئ، تذنب، تعصي، ولكنها لا تتمرد على الإسلام بشكل عام. التمرد لا نجده إلا في بعض من يسمون أنفسهم بالطليعة في نخبنا. هؤلاء يتجرؤون على مقدسات الإسلام وأصبحوا يحدثوننا اليوم بعد 14 قرن ونصف من نزول النص القرآني يقولون لنا الإسلام لم يمنع الخمر، والإسلام لم يفرض الحجاب، والإسلام جاءوا لقضايا ثابتة في الإسلام بدأوا يشككون فيها. لكن الشعوب ملتزمة بدينه، حتى الذي يعصي هو يعرف أنه يعصي نصا دينيا ويعلم أنه يتمرد لكنه لا يتباهى بذلك. فمجتمعاتنا حاسمة قضية الهوية، ولا نريد أن ندخل في خصومة. من نحن؟ نحن من نحن اليوم؟ نحن بتاريخنا بماضينا، لكن بحاضرنا ومستقبلنا. القضية التي توجد من أجل الأحزاب هي كيف يمكن تنمي طاقات أبناء الشعب الواحد ليحققوا أهداف هذا الشعب. ما هي أهداف هذا الشعب؟ نحن نقول هي الرفاهية، هي فرحة الحياة، لكن نحن نريد أن نصعد على الساحة الإنسانية بمشروع حضاري يفرض احترامنا من غيرنا، يعني أن نكون قادرين على أن يكون لنا رأي في المسائل العامة في العالم، وأن يكون رأينا محترما، وأن يكون لنا أداء وعطاء اقتصادي يفرض احترامنا. هذه القضية هي التي تشغلنا، وأتصور أن الأحزاب تتكون لتحقيق هذا المعنى، ولتحقيقه تسعى لإقامة عدل في أوطانها، إقامة حكم يرعى حق المواطن ولا يعتدي عليه ولا يضر به ولا يستهين بحقوقه. فنريد كرامة لهذا المواطن، ونريد أن يكون هذا المواطن قادرا على أن يرتوي من حصيلة الثروة الوطنية بشكل متساو مع بقية الأفراد. يعني نريد عدالة اجتماعية. جميل. ما رأيكم بالعلمانية المحايدة التي لا تعادي هوية الأمة؟ يعني هذه فرضتها ظروف الغرب، وهي قائمة في الغرب اليوم. العلمانية في بريطانيا والعلمانية في ألمانيا أو العلمانية في أمريكا هي علمانية محايدة، تعيش الأديان في ظلها ولا تشتكي. خوفي فقط من أولئك العلمانيين الذين يفتكون الحكم في بلداننا، والذين ينتصبون ظالمين مستبدين لشعوبهم،
يتحكمون في أقواتهم ويتحكمون في حرياتهم ويتحكمون في تدينهم، والذين يجرؤون على أن يمنعوا المرأة من أن تغطي رأسها، ويمنعون الشخص المواطن المسلم من أن يحقق لنفسه في نطاق احترام غيره ساحة يهنأ فيها بالعيش تحت ظل دينه. كثير من أنظمتنا اعتدت على المواطن في هذا المعنى بدعوى ماذا؟ بدعوى الحرية، أن تفرض على المرأة أن لا تغطي رأسها وهي مقتنعة بأنها تغطي من تلقاء نفسها لأن ذلك من دينها، بينما هي تنعم بتلك الحرية في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا ولا يعتدى عليها في ذلك. يعني ذكرتم أن العلمانية المحايدة نجحت في ألمانيا، في أمريكا، في إنجلترا، في بلداننا هل تنجح العلمانية المحايدة؟ أعطوني حاكما عادلا يا أستاذ قبل علمانية، هات أوجد لنا حاكما يحترم شعبه، يختاره شعبه، ومؤسسات تراقبه، إذا توفر ذلك مهما يكون الحاكم أنا راضٍ به، لأني عندي الآلية في أن أفتك حقي منه إذا ظلمني. لكن اليوم أن تعطي أي صلاحية لحاكم ليس مضبوطا بضابط قانوني ولا محدودا بمؤسسة تعطل ديكتاتوريته وظلمه فهذا خطر كبير. أوجد نظاما يحقق للمواطن في هذه الدولة الصغيرة حقه في أن يدافع عن نفسه أمام مؤسسات تنصفه إذا ظلمه حاكمه، أن يكون عادلا أو غير عادل أنا أحتكم إلى مؤسسات الدولة لأخذ حقي منها. ما هو النظام الذي يضمن هذا الذي تنادون به الآن؟ الإسلام ضمن ذلك. يعني كلمة الإسلام عمومية، يعني الإسلام شرع من حيث قيمه، شرع قواعد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مع الأسف أن هذه القواعد تخلفت في بعض الأحيان وغابت لأنها لم تكن هناك مؤسسات تحمي تطبيقها. الغرب جاءنا اليوم بمؤسسات تحمي، في قوى في المجتمع هي التي يمكن بوعيها وإدراكها أن تعطل ظلم الحاكم واستبداده. مثل وأنت تعلم يعني هذا التفريق بين السلطات أولا، الأمر الثاني المجتمع المدني، الأمر الرابع الإعلام الرقيب على تطبيق القوانين، وقدرة المجتمع على أن يكسب قوته بعيدا عن سيطرة الحاكم، أن يكون حقوقه الاقتصادية مضمونة ولا يكون تحت إمرة من يحكمه. هذه كفيلة وحدها بأن تعطينا القدرة على أن ندفع عنا كل ظالم يستبد علينا. يعني النظام الديمقراطي نموذجا؟ النظام الديمقراطي هو شكل من أشكال مطروح علينا اليوم، لا نرفضه علما بأننا نرى فيه إخلالات متعددة، لكن إذا خيرنا بين نظام مطلق وبين نظام يقيد الحاكم ويجعله تحت رقابة شعبه وتحت رقابة المؤسسات فأنا أرغب في نظام يجعل الحاكم تحت رقابة المؤسسات، يسمونه ديمقراطيا. هذه التسمية كل حال لا مشاحة في التسميات، لأن بعض أفراد الحركات الإسلامية ينكرون هذه التسمية ويسبون الديمقراطية ومن جاء بها. نحن نقولهم رغبتنا في أن يوجد نظام يكبح جماح الحاكم ويجعله تحت رقابة شعبه وتحت سيطرته، ويمكن أن يزيحه ويمكن أن يحاكمه ويمكن أن يؤاخذه. هاتوا أعطونا هذا النظام، وهذا هو روح الإسلام في الحقيقة. إذا أردنا أن نعيش مسلمين فلا يعني ذلك أن نكون خاضعين لديكتاتور يتصرف فينا كما يشاء ويحكمنا كما يشاء. الفيصل بيننا وبينه هو كتاب الله وسنة رسوله، وما زاد على ذلك فاجتهاد يقابل باجتهاد. الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى نادى بالعلمانية الجزئية، هل أنتم معه بهذا؟ هذا كلام نظري في الحقيقة نطبقه. نحن الآن بصدد السعي لتطبيقات عملية في أوطاننا المختلفة، ولا أقول أن ما نفعله نحن في تونس سيكون مثالا لغيرنا، لكن هي التجربة نريد أن ندخل فيها. تحاولون تطبيق العلمانية الجزئية؟ نحن نريد أن نطبق الحكم الجزئي. ما هو الحكم الجزئي؟ أنا إسلامي، لا يتاح لي إقامة دولة من أساسها على عاتقي أنا وحدي. أنا سأختار ميادين أعمل من خلالها، من خلال مؤسسة الدولة التي أحترمها،
وتبقى قائمة ولا أعاكسها ولا أشكسها، ولكني في هذه الميادين المختلفة أريد أن أقدم رأيي ومشروعي، هذا الذي أرغب فيه. وإذا نجحت جزئيا يمكن أن أنجح في أجزاء أخرى، وإذا فشلت فيما سعيت إليه سيأتي بعدي من ينجح أحسن مني إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. فضيلة الشيخ، موضوع تجربة حركة النهضة في فصل الدعوة عن السياسي سنخصص لها حلقة قادمة إن شاء الله. تفضل. أشكركم فضيلة الشيخ على تحت هذه الفرصة وهذا الفيض، جزاكم الله خيرا. مرحبا أستاذ، أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها